أنا بهذا أختم. البعض بشيخنا خلينا نكون عاقلين، معقولة عمر بن الخطاب يضرب له مرة مثل فاطمة؟ أساسا في الجاهلية ضرب المرأة عار، هسا عندنا لو ماكو، عندنا بعض الناس غير، ما ممكن يضرب مرة، لأن بالجاهلية قبل الإسلام يضرب مرة يسقط، يعيرون أولاد أولاده. هسا عندنا بقايا زين، فمعقولة عمر ابن هذا الموروث يجي يضرب امرأة مثل فاطمة؟ هذا الإشكال. زين أنا راح أعطيك بعض مصادر السنة تثبت بأن عمر كان ديدنا يضرب النساء. أنا من لسانكم أدينكم. وقد البعض يقول شيخنا البخاري، احنا شعر بالبخاري، هاي قضية تاريخية لازم نشتغل بالمنهج الصحيح. البعض يقول موجودة بالبخاري، يا بل البخاري مو كتاب تاريخ، أنا أتحدث عن مشكلة شنو تاريخية. البعض لازم يخضعها علما للحديث، لا، الحديث شيء والمنهج التاريخي شيء، فإذا نشتغل بالمنهج الخطأ ما نوصل للحقيقة. تعال، هناك مصادر سنية كثيرة ذكرت بأن عمر بن الخطاب كان فظا غليظا، وأنه صاحب صوت، وأن صوت عمر أمضى من سيف الحجاج. زين، وقالت المصادر التاريخية أن عمر في الجاهلية وفي الإسلام وفي حياة النبي يا طالما ضرب العديد من النساء المسلمات والمؤمنات. ورد في كتاب البداية والنهاية لابن كثير، وفي كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير جزء الأول صفحة 680. خاف يقول شيخنا من جبت يقول إن عمر بن الخطاب ضرب أخته وزوجها لأنهما دخلا في الإسلام حتى أدمى أخته. بعد ورد في كتاب السيرة النبوية لابن هشام جزء الثاني صفحة 161 قال كان لعمر قسوة على المسلمين قبل إسلامه، فقد كان يعذب جارية له لأنها أسلمت، وكان يعذبها من أول النهار إلى آخره، ويقول والله ما تركتها إلا ملالة، ضجرت جارية من الصبح لليل يعذب بها. روى الحافظ الدمشقي في كتاب الصمت الثمين قال حدث خلاف بين النبي صلى الله عليه وآله وبين عائشة، فقال لها الرسول من ترضين بيني وبينك، أترضين بعمر؟ قالت لا، إنه فظ غليظ. عائشة قالت، هسه هم يقولون النبي صار عنده خلاف ويا من؟ ويا عائشة. فالنبي قال لها بابا تعالي تردين حكم بيني وبينك، النادي على عمر، حسب منطق الرواية قالت لك شو لعمر، فظ غليظ. قال إذا ترضين بأبيك؟ قالت نعم. فبعث في طلب أبي بكر، لما إجى أبو بكر النبي قالها عائشة تتكلمين لو أتكلم؟ قالت لتكلم ولا تقول إلا حقا. لذلك على هاي أبوها صفعها على وجهها، وليش نبي هذا مبعوث؟ تكلم ولا تقول إلا، يعني أنت مستغرب؟ والله عندنا رواية ينقلوها الوهابية ويفتخرون بها، عائشة تتكلم مع النبي تقول له يا من تزعم أنك رسول الله. هذا الوهابي متافهين، يقول أي واحد غير عائشة يقول هاي العبارة كافر إلا عائشة. زين شنو هالاستثناء؟ يا من تزعم وحدة من زوجة نبي ما ينطق، ها ليش أقول لك عقائدهم فاسدة؟ هسا هذا بكتبك يا أخي، مو بكتبي، هاي المصادر. وحدة من زوجة نبي خاتم النبيين يشع نورا، وتقول له يا من تزعم أنك رسول الله. علماء الوهابية بعضهم يقول له هاي العبارة أي إنسان ينطقها كافر، بس عائشة لا. ليش؟ منو طاح حصانة دبلوماسية؟ منو هي الأساس؟ زين، على كل الشاهد بعد روى الحافظ بن حجر في حديث صحيح الإسناد إن عمر بن الخطاب ضرب زوجة أبي بكر بعد موته. صاحبه هو اللي قال وليت عليكم، هو عند دين خاص به، إن عمر بن الخطاب، أقول الحافظ في ابن حجر في حديث صحيح الإسناد يقول، وطبعا هذا الحديث على ما تخطر ذكره التاريخ الطبري صفحة 350، أن عمر بن الخطاب ضرب زوجة أبي بكر بعد موته لأنها كانت تبكي وتنوح على زوجها. بعد وكذلك ورد هذا الحديث، قالوا لما توفي أبو بكر أقامت عائشة عليه النوح، فبلغ ذلك عمر فنهاهن فأبين، فقال عمر لهشام بن الوليد اخرج إلى بيت أبي قحافة، فذهب إلى بيت أبي قحافة وضرب زوجته بالدرة بالصوب ضربات متفرقات، فتفرقت النوائح خافا حين سمعا بذلك، فجعل يخرج